النص شكلنا لجنة تاريخية منهم الدكتور علي الصلابي من ليبيا، دكتور ساعات يعني أيضا تحركنا صار التواصل بيني وبين الشيخ القرضاوي وزرته أكثر من مرة في بيته، أيضا تواصل مع الشيخ سلمان عودة وصاغ فتوى مع الشيخ دكتور عبد الوهاب طريري. طبعا صار توجه إلى يعني قبل يعني البدء في العمل إلى جهات شخصية شيعية، كان في فتوى أيضا موجودة فتوى للسيستاني في موقعه، أيضا لا توجهنا لمحمد حسين فضل الله وأصدر الفتوى بالجواز، وايضا قال يعني ليش تستفتون الشيعة اصلا؟ ليش اضطركم انكم تستفتون مرجعيات شيعية؟ طبعا احنا العمل لابد ان نعلم ان القائمين عليهم اهل السنة، طيب فالفتاوى الاصلية كلها من اهل السنة، لكن يعني حتى يكون هناك نوع من يعني التوازن يعني ان اصدرنا فتوى من نعم الشيعة. وستسأل يا جلالة الملك، ستدفن لوحدك في قبرك، ستسقط عنك الألقاب، لا جلالة ولا ملك، ستدفن في قبرك وحيدا، ثم تبعث وتنشر، وسنحشر جميعا حفاة عراة، سنحشر يوم القيامة حفاة عراة غرة. ستأتي يا ملك، ستأتي يا ملك أمام صحائفك، أنا حسن سيسأل الله عن أعمالي عن صحيفتي فقط، أما أنت يا جلالة الملك ستسأل عن مليون شخص يسكن البحرين، هل تستطيع أن تجيب؟ لقد انتهى عهد السكوت، وليفهم من خلفنا بأننا لن نسكت وسنسلب حقوقنا بأيدينا. والله وبالله وتالله الذي أحل القسم، لو أن الشيخ الله أكبر.